الآخر من الحدث. الأدلة تورط الحوثي بالمسؤولية عن استهداف مطار عدن، والخارجية تتحدث عن 4 صواريخ باليستية. الرئيس هادي يصر على استمرار الحكومة من عدن ويؤكد الهجوم سيزيدنا التزاماً بإنهاء الانقلاب. ضمن خطة أكبر لحماية المنطقة الخضراء، 30 مدرعة أمريكية إلى الجيش العراقي. أهلا بكم مشاهدينا. تغير فجأة المشهد اليوم في مطار عدن من مراسيم استقبالية رسمية بعودة الحكومة إلى مشهد دموي قاتم عقب قصف صاروخي على قاعدة المطار، ونجا منه أعضاء الحكومة بالكامل. في الساعة 1:33 بتوقيت عدن، سمع دوي 3 انفجارات في صالة الانتظار التابعة لمطار عدن، بينما كان يتم إعدادها من أجل استقبال الحكومة اليمنية التي يترأسها معين عبد الملك وكافة وزراء الحكومة التوافقية. واحتشد العديد من المستقبلين للحكومة أمام مدرج الطائرة، ما أخر نزول الوزراء. جاء هذا في صالح الحكومة اليمنية التوافقية، لأنهم كانوا داخل الطائرة عند وقوع الانفجارات، ما أفشل محاولة استهداف رئيس الحكومة ووزرائها كما كان مخططاً. الانفجار بحسب صور بثتها وكالة الصحافة الفرنسية أظهرت سقوط صاروخ على مقربة من القاعة الشرفية أو الشرقية للمطار وكاد يستهدف الطائرة. دعونا نشاهد هذا الفيديو. تبع الانفجار إطلاق نار في محيط المطار، ما أدى إلى نقل الوزراء سريعا إلى قصر المعاشق في عدن الذي يبعد نحو 10 كيلومترات عن المطار، وإعلان الحكومة بعدها أنها ستكمل مهامها رغم الاعتداء الذي قال رئيس الوزراء الحكومة إنه جزء من الحرب على الدولة اليمنية. الحكومة التوافقية الجديدة كانت قد أدت قبل أيام القسم الدستوري أمام الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في الرياض، تمهيدا لانتقالها لمزاولة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن. الخارجية اليمنية أوضحت أن الحوثيين استهدفوا المطار ب4 صواريخ باليستية، وأن تقنيات الاستهداف تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمها الحوثيون في جرائم سابقة. بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي خلال اتصال هاتفي مع الحدث، أكد أن معظم الأدلة المتوفرة تؤكد ضلوع الميليشيات الحوثية في الهجوم على عدن. إضافة إلى أنه الميليشيات الحوثية هي المستفيدة الأكبر من مثل هذه العملية، لكن التاريخ الإرهابي للحركة الحوثية
يعني هي الجماعة الوحيدة التي يعني طيلة الفترة الماضية استمرت ضرب المنشآت المدنية، سواء في مارب، في تعز، في الضالع، في أكثر من منطقة. التاريخ الإرهابي للحركة هو ما جعل الجميع وجه أصابع الاتهام لهذه الحركات. الآن معظم الدلائل يعني متوفرة لدينا نتيجة التحقيقات الأولية، أيضا تؤكد يعني ما ذهبت الاتهامات إليه من اتجاه الحركة الحوثية. هناك يعني معلومات قد لا يحق لي الآن أن أكشف عنها، يعني تشير بوضوح وتؤكد هذه الفرضية أن ميليشيا الحوثي هي من تقف وراء هذا الهجوم. كشفت مصادر الحدث أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة في محيط قصر المعاشيق، وكان مراسل الحدث قد أفاد بنقل أعضاء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن بعد استهداف المطار. ومن بيروت ينضم إلينا العميد الركن خالد حمادة، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، وأيضا ينضم إلينا من الرياض الدكتور حمدان الشهري، الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي، ومعنا أيضا من القاهرة المحلل العسكري اليمني العقيد يحيى أبو حاتم. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. سأبدأ من الرياض. دكتور حمدان، ما هو الرد المتوقع من التحالف؟ وكيف يمكن للحكومة أن تتجاوز عقبة التحدي الأمني بشكل سريع حتى لا تحدث هناك أي اختراقات؟ بداية تحياتي لك أستاذة تهاني ولضيوفك. لا شك أنه اليوم ما قام به الحوثي وما قامت به جماعة الإرهابية الإيرانية في الواقع، لأنه هذه ممارسات إيرانية واضحة، نراها مرة في العراق، مرة في اليمن، ما يعني التي لا تكاد تقف، لا توضح هذا الدور الإيراني الذي لا يقف واستخدامها لميليشياتها في تحقيق ماربها. لا شك أنه مثل هذه الهجمات أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لكافة الأشقاء اليمنيين أن الحوثي لا يستثني مكون على آخر، هو عدو لكل ما هو يمني، هو عدو للشعب اليمني. اليوم الشعب اليمني كان يستعد لاستقبال حكومته، اليوم الشعب اليمني كان فرح بأنه انتهى هذا الانقسام وأن هناك الحكومة اليمنية تعود للعمل بدورها من اليمني. أراد أن يقتل هذا الحلم، أراد أن يبادر ذلك بطريقته، وهو صاحب سوابق، هو من قلب على الحكومة اليمنية، هو من صفى رؤساء سابقين، هو من يقوم بكل هذه الاغتيالات على الطريقة الإيرانية، أيضا رأيناها الاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وغيره. يعني كل هذه الأعمال لا تكاد يعني تقف، ودائما وأبدا خلفها طهران، يعني تتغير فقط في استخدامها، سواء مرة بقنابل أو باستخدام صواريخ أو غيرها، لكن لتحقيق هدف واحد وهو اغتيال كل ما هو عربي، اغتيال كل ما يحقق الأمن والاستقرار، كل ما هو حلم لأصحاب أو لشعوب تلك المنطقة. لذلك ما رأيناه اليوم يمثل هذا الخطر الكبير، ويشرح لنا جميعا لماذا هذا الحوثي قام بذلك وإيران من خلفه التي تدعم هنا. نعم، طيب سنتقل إلى العقيد يحيى أبو حاتم. سيد يحيى، كيف يمكن للحكومة أن تتجاوز عقبة التحديات الأمنية وتوحد صفوفها قبل أن يتم اختراقها وتعود إلى نقطة الصفر من الناحية الأمنية؟ حياك أختي العزيزة وجميع ضيفك الأعزاء والمشاهدين الأكارم. حقيقة أتفق فيما تكلم به ضيفك الكريم الدكتور حمدان. حقيقة اليوم الشعب اليمني يعلم علم اليقين أنه أمام جماعة لا تستثني أحد، وهذا ما يوحد أبناء الشعب اليمني، وأيضا الحكومة اليمنية التي تشكلت من كل أطياف الشعب اليمني ومن كل شرائحه. اليوم هي يعني أمام مسؤولية تاريخية، هذه المسؤولية تتمثل في التسريع في تنفيذ ما تبقى من اتفاقية الرياض التي أغاظت الحوثي وأغاظت من يقف من وراء الحوثي. هذه الاتفاقية التي وحدت كل القوى اليمنية تحت مظلة الحكومة الشرعية، هذه الاتفاقية التي ستعيد
يعيد لليمن يعني ألقه هذه الاتفاقية التي يعني ستعيد البوصلة باتجاه العدو الذي لا يفرق بين هذا وذاك. هذه الاتفاقية التي يعلق عليها اليمنيون كثيرا من آمالهم وإن تأخرت لكنها اليوم باتت على أرض الواقع. اليوم الحكومة مطالبة أن تبقى داخل عدن وأن تمارس مهامها داخل عدن. هي اليوم تعلم أنها في حرب مفتوحة مع جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي يعني قتلت ولا زالت في هذه اللحظة تقتل أبناء الشعب اليمني بدم بارد. وأنا في اعتقادي أن تنفيذ هذه الاتفاقية وتوحيد الرؤى والقوى والذهاب باتجاه العدو الحوثي هي أكبر رد لها لجماعة تنفيذ الاتفاقية على هذه العملية الإرهابية وعلى كل عمليات إرهابية. نعم، تنفيذ الاتفاقية ماضي في طريقه، ولكن حتى تنفذ بشكل كامل لابد أن تكون هناك توحيد المؤسسات الأمنية. أنا أريد أن أعرف ما هي النقاط التي يجب أن تتخذها الحكومة بالفعل توحيد المؤسسات الأمنية والسيطرة بشكل كامل على القطاع الأمني في المناطق المحررة. ما هي هذه النقاط؟ أختي العزيزة، حقيقة ما جرى اليوم يعني كان هناك حقيقة قصور أمني، وهذا يعني نتاج يعني طبيعي لعدم وجود الدولة وانقسام المنظومة الأمنية داخل عدن على نفسها في وتداخل المهام أدى إلى ضعف الحلقة الأمنية. لكن اليوم حينما تتوحد كل هذه القوى الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية بإشراف التحالف العربي الذي يعني أولى هذا الجانب وهو الجانب الأمني اهتمام واسع ويحدد بنود هذه الاتفاقية، ألا وهو ضم وإدراج كل الوحدات الأمنية داخل عدن تحت مظلة وزارة الداخلية، عودة الحكومة أو عودة وزارة الداخلية إلى ممارسة عملها الاستخباراتي والأمني داخل المناطق المحررة. كل هذا يعني هو واضح وبدأت العملية في ذلك. هناك يعني لجان شكرت من قبل التحالف العربي تعكف ليل ونهار على غربلة الأسماء وعلى دمج الأسماء ضمن التشكيلات الأمنية ضمن تشكيل وزارة الداخلية وضمن تشكيل وزارة الدفاع، ولم تتوقف إلى هذه اللحظة ولا زالت وستستمر. ولدي معلومات أنها ستباشر عملها من يوم غدا ومن بعد يوم غدا على يعني استكمال هذه العملية الأمنية. كل هذا سيتأتى خلال الأيام الماضية، لكن ما جرى اليوم هو حافز للحكومة الشرعية أكثر على أن تعجل من هذه العملية الأمنية حتى يستتب الأمن والاستقرار داخل المناطق المحررة. نعم، سأنتقل إلى العميد الركن خالد حمادة الباحث في الشؤون السياسية والأمنية. سيد خالد، البعض يرى بأنه قد تكون هذا أو يكون هذا الاستهداف هو رسالة إيرانية للولايات المتحدة بشكل غير مباشر، إلى أي مدى قد يكون بالفعل ذلك دقيق الاستهداف منه اتفاق الرياض ورسالة أيضا غير مباشرة للولايات المتحدة من إيران؟ أولا، اتفاق الرياض لا شك أنه شكل نجاحا كبيرا للمملكة العربية السعودية في إنهاء حالة الانقسام الموجودة في الجنوب اليمني، وتشكيل الحكومة التي تجمع بين الشمال والجنوب كان اختراقا بالاتجاه الصحيح. ولا شك أن هذا الإنجاز كان رسالة سعودية للولايات المتحدة الأمريكية بأن التحالف العربي قادر على إرساء حالة سياسية تأخذ اليمن نحو مشروع الدولة، وكذلك كان رسالة لطهران ورسالة كذلك لتركيا ورسالة لقطر، يعني التي لا تزال تراهن على بعض خلايا القاعدة الموجودة في أماكن عديدة من جنوب اليمن ولا سيما في محافظة أبيان التي تبعد يعني الملاصقة لعدن والتي يمكن أن تكون يعني انطلقت الصواريخ منها. لذلك يعني اليوم طبعا طهران وقطر وتركيا لا شك منزعجة من هذا الإنجاز الذي ربما يطوي صفحة كبيرة من الصراع، ينهي حالة الانقسام الجنوبي، وبالتالي يضع اليمنيين أمام منظومتين، إما منظومة الفوضى والإرهاب التي تمثلها القوات الحوثية أو الميليشيا الحوثية الموجودة في صنعاء، وأمام مشروع الدولة الذي تمثله أجهزة أمنية ودولة وحكومة شرعية يعني تمثل كافة شرائح المجتمع اليمني. أنا أعتقد يعني اليوم الحكومة اليمنية هي أمام هذا التحدي والتحالف العربي أمام هذا التحدي. كيف يجب حماية هذا اتفاق تطبيق اتفاق الرياض، وكيف يجب تجاوز طبعا هذه المحاولة الإجرامية التي تعرضت لها الحكومة اليمنية،
والسير إلى الأمام. طبعا هذا يتطلب جهد أمني، يتطلب جهد دبلوماسي، ويتطلب كذلك يعني أخذ هذا الحكومة اليمنية ومشروع الدولة ووضعه في إطار الشرعية الدولية والشرعية العربية. نعم. وبالتالي تحويل اتفاق الرياض من صيغة عربية إلى صيغة، من صيغة سعودية إماراتية يمنية إلى صيغة تحتضنها الجامعة العربية ويحتضنها مجلس الأمن والأمم المتحدة. نعم، سأنتقل إلى الرياض. دكتور حمدان، يعني بعد أن تمت عملية الاستهداف للمطار وانتقل الوزراء إلى قصر المعاشيق، هناك التحالف اعترض طائرة مسيرة يعني تحاول استهداف قصر المعاشيق. هل ستبقى الحكومة يعني تواجه هذه التحديات الأمنية، استهدافات بالصواريخ، استهداف بطائرة مسيرة، يعني كيف؟ لا شك طبعا المشروع اليوم العربي والمشروع الإيراني في مواجهة مستمرة. يعني هو اليوم يرى أنه هناك التئام وهناك التحام ما بين الأطراف اليمنية، والتي كان يستفيد في الواقع هو من هذا الانقسام وكان في صالحه في تلك اللحظة. اليوم هو يرى أن اليمنيين وأبناء اليمن باختلاف مناطقهم يعودون لحمة واحدة وسيمثلون خطرا، بل هم في حكومة واحدة وهذا سيمثل خطر عليه، لذلك هو سيحاول أن يستهدف. ومن قبل ترى هو استهدف أيضا الرئيس عبد ربو عندما ذهب من صنعاء إلى قصر المعاشيق بطائرات من قبل، يعني قبل أن يستخدم الدرونز. ثم خرج طبعا الرئيس هادي اليوم مرة أخرى نتحدث عن نفس الأسلوب ونفس الطريقة، لن يكف الحوثي. المشكلة هنا نتحدث عن آلية التعامل معها، ليست ترى مشكلة في التحالف، التحالف يستطيع أن يوقف الحوثي بل ويدمر الحوثي عن بكرة يبيه. مشكلة في مجتمع دولي يحمي الحوثي، في مجتمع دولي دائما وأبدا يقول أن هناك عمل سياسي وأن هناك مفاوضات يجب أن تعمل عليها ويجب أن يكون الحوثي إحدى هذه المكونات ويعطل كل تحرير. اليوم أعتقد بعد هذا الهجوم إن لم يستيقظ المجتمع الدولي، إن لم يصنف الحوثي كميليشيا إرهابية، لأنه لم يبقى شيء إلا وعملت. يعني هي هذه الانقلبت على الحكومات، اليوم هي تهدد كل مواطن، اليوم هي تختطف اليمن واليمنيين وتجوعهم وتقتلهم، لم يعني وتجند الأطفال وتأخذهم الحرب. نعم. لم يبقى أعتقد لم يبقى شيئا إلا واستخدمت. كيف لا تصنف كميليشيا إرهابية؟ هنا السؤال، يتم تخليص اليمن واليمنيين من هؤلاء. نعم، سأعود إلى هذه النقطة وأطرح عليك وجهة النظر الولايات المتحدة التي طرحها أحد المحللين في الساعات السابقة، ولكن حضرتك يا دكتور تطرقت لنقطة مهمة وقلت بأن هناك مجتمع دولي يحمي الميليشيات الحوثية. كيف تقرأ تصريح بريطانيا عندما وصفت هذا العمل وقالت بأنه عمل عنيف؟ الأمم المتحدة وصفته بالعمل العنيف، الولايات المتحدة أدانت ودعمت الحكومة ولكن لم يصف العمل على أنه عمل إرهابي يستهدف حكومة شرعية تباشر مهامها وخطوة أولى لإعادة الدولة اليمنية. من ناحية سياسية كيف تقرأ ذلك؟ لا شك هذه هنا مكمن الخطر والخلل، عندما يتم مثل هذه الأعمال الإرهابية جهارا نهارا ثم لا نرى إلا إدانة حتى على أبعد، يعني حد يقول عنف وليس إرهاب. ما قامت به ميليشيا الحوثية هو إرهاب واضح وكامل الأركان، ما تقوم به يوميا هو إرهاب. لكن المشكلة مرة أخرى في تقييم هذا المجتمع الدولي لما يحصل على أرض اليمن. هناك المصالح طبعا هي التي تحكم، وإلا لما يقوم به الحوثي لا يقوم إلا بعمل إرهابي يومي. مرة أخرى نقول أيضا التحالف الدولي التحالف العربي، ونتحدث عن المكونات اليمنية أول يوم، الحكومة اليمنية يجب أن تذهب ولا تبالي بما يقوله المجتمع الدولي، لأنه هذه أرضها وهؤلاء شعبها وهم من أحق باليمن وأرضه، يعني يقوموا ويحرروا ويواجهوا الحوثي في كل جبهة. اليوم نعم. على هؤلاء المقاتلين الذين كانوا يوجهوا أسلحتهم تجاه بعضهم أن يوجهوها جميعا تجاه الحوثي. اليوم ترى لا أعتقد أنه في يمني صادق شاهد ما شاهده اليوم يعلم أنه مستثنى من خطر الحوثي. الحوثي اليوم عندما رأى أبناء اليمن يجتمعون على كلمة واحدة وفي حكومة واحدة استهدفهم جميعا. فلذلك اليمنيين اليوم هم اليوم عليهم أن يواجهوا هذا الحوثي ويخلصوا أنفسهم. نعم. كما ذكرنا من قبل وكنا نردد
ونقول لهم إن عدوكم الحوثي ليس أكثر، إن تخلصتم الحوثي فجميع المشاكل لن تكون إلا جزء بسيط تستطيع التفاوض عليه، أما الحوثي لا تفاوض معه لأنه يستخدم لغة السلاح ولا يعرف إلا القتل والإرهاب، لكن باقي المكونات الأمنية تستطيع أن تتفاهم مع بعض. سيد يحيى أبو حاتم، الحكومة اليمنية يعني كان لها قرار أو ليس قرار، يعني من التصريحات في بداية الأسبوع كانوا يقولون بأنهم تم تأجيل عودتهم إلى عدن لأسباب فنية، وأقل من 72 ساعة تقريبا تم إعلان عودتهم إلى عدن. هل هي كانت على علم مسبق بالتحدي الأمني الكبير الذي يواجهها وقررت العودة لكسب الشرعية لإعطاء الأمان للمجتمع اليمني وللمواطن اليمني، أم هناك رواية أخرى حتى الآن لم تتضح؟ حقيقة الحكومة الشرعية والتحالف العربي يعلم أن أمامهم الطريق لن تكون مفروشة بالورود، هي طريق محفوفة في المخاطر. نحن أمام مواجهة مباشرة مع جماعة إرهابية لديها من الإمكانيات العسكرية اليوم المدعومة من إيران، القادرة على يعني على استهداف الداخل اليمني سواء بالصواريخ البالستية الإيرانية أو بالطائرات المسيرة أو عن طريق أذرعها الإرهابية المتواجدة هنا وهناك. نحن أيضا أمام حرب مفتوحة مع جماعات إرهابية أخرى، مع جماعة القاعدة وداعش، وكلها جماعات اتفقت واتحدت على تقويض أمن واستقرار المناطق المحررة، على قتل أبناء الشعب اليمني، على يعني على تنفيذ أجندات للدول الخارجية في المنطقة. ولذلك الحكومة الشرعية تعلم أنها أمام حرب مفتوحة ومواجهة مفتوحة مع هذه الجماعات التي يعني هدفها الأول والأخير هو استقرار المنطقة. ولذلك هي ذهبت، وأنا في اعتقادي أن كل وزير ذهب إلى عدن وهو يحمل على يديه كفنه بيده، وهم يعلمون أنهم ليسوا أغلى من أبناء الجيش الوطني والذين يرابطون في الجبهات والذين يقاتلون الدفاع عن الجمهورية. اليوم التحالف العربي يقف إلى جانب الحكومة ويعني سيقف ويدعمها بكل ما أوتي من قوة، وأنا في اعتقادي أنه مهما كانت العراقيل ومهما كانت الصعوبات يجب أن تظل الحكومة في عدن ويجب أن تمارس مهامها، وهي أكبر رسالة توجهها ورد لهذه الجماعة الإرهابية أنها لن تتراجع قيد أنملة، وأن دماءها ودماء الحكومة الشرعية ليست أغلى من دماء أبناء الشعب اليمني الذي تسفك هنا وهناك، ولن يكون هناك تحرير لأبناء الشعب اليمني وللحكومة اليمنية وللدولة اليمنية من قبضة إيران ما لم يكن هناك تواجد الحكومة والتحام هذه الحكومة مع أبناء الشعب اليمني ويعني تطبيع الأوضاع على في المناطق المحررة. التحالف العربي تواجد هناك، يعني المركز الملك سلمان هناك، المشروع الذي يقوم بإعادة إعمار اليمن يتواجد في الأراضي المحررة. يفترض بالحكومة اليمنية أن تتواجد إلى جانب هذه المشروعات وهذا الجهود الجبارة التي تبذل من قبل التحالف العربي حتى يرى ترى هذه المناطق المحررة النور، وحتى تعود العملية السياسية والاقتصادية ويشعر المواطن بالأمان. ولكن يا سيد يحيى، حتى وإن تواجدت الحكومة بجانب هذه المشاريع سيبقى التهديد الأمني قائم إلى أن يكون هناك حل لما يحدث من الميليشيات الحوثية. أختي العزيزة، في اعتقادي كلما كانت الحكومة داخل الأراضي اليمنية كلما كان التحرك الأمني أكبر، وكلما كانت العملية الأمنية أكثر شدة وأكثر يعني إصرارا. وأنا في اعتقادي أن العملية الأمنية ستبدأ في عمليتها من يوم غدا. هناك معلومات لدي مؤكدة أن العمل على تنفيذ الجانب الأمني يمشي بوتيرة عالية جدا. هناك دفع من قبل التحالف العربي وعلى رأس المملكة العربية السعودية في إنهاء هذا الملف بأكبر قدر وبأسرع قدر ممكن. أنا في اعتقادي العملية الأمنية ستكون أكثر اليوم أكثر حيطة وأكثر أمانا، وخصوصا بعد هذا الاعتداء الإرهابي لن يكون هناك تسيب، وخصوصا أن الحكومة ستتواجد بوزاراتها يعني وزارة الداخلية وأجهزتها التي تعنى بهذا الجانب. سأنتقل إلى بيروت الأستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني هناك إهمال واضح حقيقة من المجتمع الدولي للملف اليمني وللأزمة اليمنية وللصراع في اليمن. إذا تحدثنا على تقاطع المصالح للدول الكبرى، يعني لا تتقاطع مصالح روسيا مع الولايات المتحدة، تبقى بريطانيا هي الفاعلة في هذا الملف. ماذا تريد تحديدا بريطانيا؟ هل هي ستعطي شرعية للميليشيات الحوثية؟ هل هي تعمل على ذلك على المدى البعيد، على عملية الانفصال الجنوب وإعادة انفصاله من جديد؟ ما هي أهداف بريطانيا في الأزمة اليمنية؟
يعني لا شك أنه دائما يعني الصراعات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام قامت على إحداث انقسامات، إما على أساس أسس مذهبية أو على أسس إثنية داخل المنطقة العربية برمتها. هذه يعني هي السياسة التي اتبعت، وهي التي أدت في النهاية إلى تورط إيران في المنطقة أكثر فأكثر، وممارسة ما تمارسه طهران. يعني طهران لم تكن مشروعا فارسيا أو مشروعا شيعيا انبثق فقط من رغبة إيرانية، وإنما كان مشروعا دوليا لضرب فكرة العروبة ولضرب فكرة العالم العربي والاتحاد الاقتصادي والسياسي والأمني للدول العربية. إذا ليش من مصلحة القوى الكبرى أن تتحول اليمن إلى دولة عربية مكتملة السيادة تنضم إلى المجموعة العربية، وطبعا في هذا المكان الجغرافي من العالم حيث هناك يعني البحر الأحمر والمضائق وهناك الثروات الطبيعية. ولكن يعني هذا يلقي طبعا تحديات كبيرة على الحكومة اليمنية وعلى التحالف وعلى الدول العربية. أعتقد يعني أنه بعد غياب طويل يجب أن تعود هذه المشاكل إلى حضن الجامعة العربية، ويجب أن يعاد إنتاج ما كان معروفا سابقا بمفهوم الأمن القومي العربي، ربما ليس وفقا للصيغة القديمة التي كانت قائمة. اليوم العالم العربي يمتلك ثروات، أصبح يمتلك قدرات عسكرية هائلة، أصبح يمتلك خبرات نتيجة اشتراكه في عدد كبير من يعني المعارك بالتحالف العربي وغير التحالف العربي. يجب إعادة صياغة مفهوم الأمن القومي العربي الذي يقوم على نقاط القوة في العالم العربي، يستثمر ثروات وقدرات العالم العربي في سبيل صياغة اتفاقات وصياغة سياسات دولية وعلاقات دولية ندية ما بين العالم العربي، بشكل يوقف عملية الاستفراد التي يمارسها أحيانا القوى الكبرى تجاه كل مكون عربي على حدة. على يعني على طاري عملية الاستفراد التي تستخدمها القوى الكبرى، أعود إليك دكتور حمدان، عندما تحدثت بأن الدول الكبرى أو الولايات المتحدة حتى الآن لا تصنف الميليشيات الحوثية على أنها جماعة إرهابية، الرأي الأمريكي أو بعض التحليلات الأمريكية تقول بأنها تخشى على الوضع الإنساني إذا تم يعني تصنيف هذه الميليشيا كمجموعة إرهابية. من أي مخاوف تخشاها من ناحية إنسانية، يعني من أي مخاوف إذا كان حتى الآن تدور الأحاديث حول يعني إمكانية معالجة الأوضاع الإنسانية، ويقوم مركز الملك سلمان للأبحاث، مركز الملك سلمان للخدمات الإنسانية بتقديم كل الدعم للمناطق المحررة، وهناك الأمم المتحدة تحاول أن تدعم أيضا المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، إلا أن بعض المحاولات تبوء من الفشل، من إيش يخافوا؟ معليش، مع احترامي هذا أغبى عذر، لأنه في الواقع ما يحصل اليوم في داخل اليمن هو دليل على أنه سكوت من المجتمع الدولي، هو استرضاء لإيران كعادتها، هو رضوخ لهؤلاء. يعني ببساطة يعني هل سيكون الوضع أسوأ مما هو عليه؟ يعني الحين أو اليوم يعيش الداخل اليمني في جنة؟ هل يعيش في بحبوحة؟ هو يعيش في أسوأ حالاته. يعني ولو صنف هذا الميليشيا الحوثية بالإرهابي لا أعتقد أن يتغير شيء، بل على العكس سيسرع في عملية التحالف العربي وسيترك هذه الضغوطات الدولية على أنه يكون يتم تحرير أرض اليمن من هؤلاء. طيب أنا أسفة على مقاطعتك، كان نفس الشيء، أنا أسفة على مقاطعتك، يعني أنا وصلت في داعش والموصل. أنا أسفة على مقاطعتك ولكن وصلت الفكرة، ولكن سؤالي الأخير أيضا في هذه الجزئية يا دكتور، هل مسألة عدم تصنيف الميليشيات الحوثية هي ورقة ضغط لعدم تسليح قوات التحالف أو التحالف العربي؟ ولا شك، شوفي أستاذ الكريمة، وجود قوى في المنطقة متنازعة هو فرصة استثمارية لدول الكبرى ببيع السلاح إلى أكثر من دولة، أيضا لتقاسم ما يريدون واستخدام ملفات كثيرة. هذه صناعة السياسة كما يسمى. يعني هم يظنون أنفسهم وهم في الواقع حقيقة من صاغ النظام الدولي العالمي بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، ولا يريدون أن يصيغوا غيرهم، يعني لن يسمحوا، لأنه هم يرون أنهم هم أصحاب الحق في صياغة هذا النظام الدولي، ولا يريدون للمنطقة أن تكون مستقرة عربية. يكون هناك تحالف عربي وقوة عربية، لن يعني يستمر بيع السلاح بهذه الطريقة، ولن تدر عليهم المشاكل
أو الأمن والاستقرار مثل المشاكل، لذلك هم يريدون أن تبقى دائما منطقة متوترة، منطقة بهذه الطريقة، فلذلك هم يتركون لمثل ذلك أو مثل هذه الميليشيات أن تقوم وتعبث بما حقيقة تعمل. الملف يعني فيه كثير من المحاور ومتشعب من ناحية سياسية ودولية، ولكن الوقت انتهى. أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام من الرياض الدكتور حمدان الشهري الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي، وأيضا كان معنا من بيروت العميد الركن خالد حمادة الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، وأيضا ضيفنا من القاهرة المحلل العسكري اليمني العقيد يحيى أبو حاتم. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. مشاهدينا هذه الساعة مستمرة وفيها أيضا في الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني إحراق صوره في شوارع الموصل. هناك خطوات للنجاح، خطوات للعمل، خطوات للحوار، خطوات لكل شيء، وهنا تبدو الأمور مختلفة، حيث تتأثر حياة الناس ونحن نسأل ونناقش لا نتقيد بالخطوات. خارطتنا هي المعلومة وهدفنا هو ذلك الحدث. استوديو الحدث مع محمد أبو عبيد يوميا 12 على شاشة الحدث. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث. الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب. مهمة تبدأ ولا تنتهي، رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان، ولد فيه الرعب عن صور كانت ملونة خفتت بالذاكرة أو على الجدران، عن ضحايا للغدر سقطوا. لم يغن عنهم فرار ولا انتظار. خايف على اخواتي الصغار، بس هيدا هو كان خوفي كله على امي وبي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى الملف العراقي والجديد في الملف العراقي من ناحية أمنية. بعد الهجمات التي طالت الأسبوع الماضي المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية شديدة التحصين والتي تضم العديد من المؤسسات الرسمية والبعثات الدولية، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن الولايات المتحدة قدمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي لتأمين المنطقة الحساسة التي شهدت مرات عدة سابقا هجمات بصواريخ الكاتيوشا، التي غالبا ما تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بتنفيذها. السفارة ذكرت أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق وبغداد، كما قدمت واشنطن المركبات لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته. إلى ذلك أشارت السفارة إلى أن هذه المساهمة جزء من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي العراقي لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد، خطوة تأتي بعد أكثر من أسبوع على استهداف عشرات الصواريخ التي أطلقتها عناصر من فصائل حركة عصائب أهل الحق باتجاه محيط السفارة الأمريكية في بغداد.
وبعيد الهجوم، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصائل إيران باستهداف المنطقة الخضراء، مؤكداً أن طهران لن تكون مسرورة على الإطلاق إذا مس أي أمريكي في المنطقة أي أذى. فيما شددت الحكومة العراقية على أنها ستنفذ خطة أمنية لحماية العاصمة والبعثات الدولية. وقبل أيام من الذكرى السنوية لاغتيال سليماني، حذر مسؤول عسكري أمريكي من هجمات معقدة تحضرها إيران في العراق، مشدداً على أن الوضع خطير للغاية والتهديدات جدية، كاشفاً النقاب عن تسجيل تدفق كبير للسلاح من إيران إلى العراق في الأيام الأخيرة. المسؤول الرفيع في البنتاغون قال إن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران اجتمعت مع قادة من فيلق القدس، وتم دعم هذه الميليشيات بأسلحة نوعية. الميليشيات تعلق وتنشر صورا لسليماني والمهندس في مدينة الموصل مع اقتراب ذكرى اغتيالهما. أفادت مصادر خاصة للحدث بأن البنتاغون قرر توفير غطاء جوي على مدار اليوم في سماء العراق والسعودية والكويت للحماية من أي محاولة اعتداء من ميليشيات إيران يمكن أن تهدد سلامة المصالح الأمريكية. وأشارت المصادر إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية أجرت خلال الساعات الماضية عملية تقييم ومراجعة للمخاطر في مضيق هرمز وباب المندب عقب الهجوم الحوثي على مطار عدن. وبينت المصادر للحدث أن القوات الأمريكية في العراق أعلنت رفع جاهزيتها للرد على أي هجوم، وأنها ستقدم المزيد من الآليات والعتاد والأسلحة المتطورة لقوات النخبة العراقية. ومن واشنطن ينضم إلينا حسين عبد الحسين الباحث السياسي، ومن عمان معنا أيضا رعد هاشم الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. سأبدأ من واشنطن. سيد حسين، الولايات المتحدة الأمريكية لا تحرك طائرات B-52 أو B-52 إلا إذا كانت تريد استهداف نقاط استراتيجية هامة. إلى ماذا تخطط واشنطن؟ أو كيف الاحتمالات الموجودة الآن في المنطقة؟ الولايات المتحدة لم تستخدم قاذفات B-52 حتى في حرب العراق الثانية. هي استخدمتها في حرب العراق الأولى في العام 91 لتحرير الكويت، واستخدمتها في فترة قصيرة في المعارك ضد داعش في العام 2016. ولكن أن تستخدم أو أن
تقوم هذه القاذفات العملاقة بطلعات فوق الخليج هو رسالة لإيران أن الولايات المتحدة قادرة على ضرب أهداف داخل إيران. طبعا هذه القاذفات تطير على علو مرتفع جدا يسمح لها بالقصف داخل إيران من دون العملية العسكرية التي تتطلب أولا تدمير الدفاعات أنظمة الدفاعات الجوية الإيرانية، أي أن الولايات المتحدة مستعدة لضرب أهداف داخل إيران في حال قامت إيران بأي اعتداء. وبرأيي هذه رسالة سياسية وعسكرية كبيرة واضحة أن إيران نفسها لن تكون في منأى عن أي رد فعل عسكري أمريكي في حال قامت الاعتداء على أمريكيين أو على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. نعم، طيب سنتقل إلى سيد رعد. سيد رعد، هل هناك بالفعل توقعات؟ البعض يقول بأنه هناك استنفار أمني داخل بغداد خلال هذين اليومين، إلى ماذا توحي هذه الأخبار؟ أو ما هي المعلومات لديك من داخل بغداد حول هذه التحركات العسكرية؟ يعني بالتأكيد هذه كلها حذر لمغبة أنه ترتكب جماعات والأدوات الموالية لإيران حماقة ما ربما يعني قد تفجر الوضع. يعني هناك يبدو يعني انذارا غير معلنا لكثير من المقرات والأجهزة الأمنية لرصد تحركات بعض العناصر بعض الميليشيات. هناك ربما اتفاق ضمني أو يعني شبه اتفاق ما بين رئيس الوزراء وبين زعامات الميليشيات على أنه تهدئة ضمن هذا الموقف ضمن هذا الإطار الزمني، لكن يعني متوقعا يعني يرتكبوا يعني بعض ربما بعض السلبيات ربما بعض الطفرات ربما بعض الحوادث التي يعني تغطى بغطاء أنه هم خارجي أو خارج إطار أو مدى السيطرة. هذا متوقع، لكن يعني يبدو أنه هذا الدعم الذي حصل مؤخرا من قبل الأمريكان للوحدة الحماية الخاصة أو الفرقة الخاصة في المنطقة الخضراء له تأثير واضح على أنه في أقل تقدير منطقة المنطقة الخضراء والمنطقة المحيطة بالسفارات مؤمنة، وقد يبدو وصلت الفرقة هذه الإمدادات والتجهيزات بفاعلية، وهي تعطي رسالة للإيرانيين وحتى للميليشيات أنه الدعم الخاص الذي تحظى به الفرقة الخاصة هذه بعد إدارتها الجديدة قيادتها الجديدة انتشارها الآمن لتوفير الغطاء الأمني توحي برسالة أنه هذا خط الصد قائم وبعيد عن أي مشاكل ربما. نعم، سيد حسين، قائد القيادة المركزية الوسطى في واشنطن قال لا نسعى للحرب لكن لا يجب التقليل من إمكانية حدوثها، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن الولايات المتحدة لن تقوم بشن أي ضربات استباقية على إيران، أي أن الولايات المتحدة لن تقوم بالانخراط بأي عمل عسكري ضد الإيرانيين ما لم يبادر الإيرانيون إلى القيام باعتداء على الولايات المتحدة أو أي من حلفائها ومصالحها. طبعا هذه الرسالة يعني أعتقد هذا تفكير جديد داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، وهو يشبه إلى حد ما أو تكرار للطريقة التي تتصرف بها القيادة العسكرية الإسرائيلية في مواجهة حزب الله التي تسميها بعقيدة الضاحية، أي أنكم إن ضربتم سنضرب وسنضرب بشدة داخل لبنان. بنفس الطريقة تقول الولايات المتحدة أي إراقة دماء أمريكية أو اعتداء على أهداف للأمريكيين أو للحلفاء سيكون المقابل الضرب داخل إيران. طبعا نحن نعرف أن موضوع الضرب داخل إيران عملية يعني هناك نقاش طويل. وزير الدفاع السابق دوغ ماتس كان قال ما دوغ ماتس كان طلب من أوباما في ذلك الحين توجيه ضربات داخل إيران للرد على هجماتها في العراق ورفض أوباما. هذه المرة يبدو أن المؤسسة العسكرية صارت في وضع أنها سترد داخل إيران. من هي أستاذ حسين المؤسسة التي سترد إذا كان أوباما الرئيس السابق باراك أوباما رفض الرد على إيران؟ هل الرئيس المنتخب بايدن سيرد على إيران أم ستكون هذه الضربات إن حدثت في الأيام الأخيرة جدا
للرئيس دونالد ترامب. وهناك من يترقب حقيقة اليومين القادمين لأنها تعتبر من الأيام الحساسة جدا لأنه تمر بها ذكرى قاسم سليماني، حتى وإن نفى السفير الإيراني في واشنطن بأنهم اكتفوا السفير الإيراني في بغداد بأنهم ردوا على مقتل قاسم سليماني. يعني الأيام بين ذكرى قاسم سليماني وبين خروج الرئيس ترامب من البيت الأبيض هي أكثر من أسبوعين. الرئيس ترامب لن يخرج من البيت الأبيض، لن يخسر الصلاحيات حتى منتصف 20 من يناير، يعني ما يعني أن هناك متسع من الوقت للموافقة على أي ضربات أمريكية في الداخل الإيراني. ولكن أعتقد حتى لو جاء بايدن، ما نسمعه حتى الآن في الإطلالات القليلة مثلا من وزير الخارجية المعين أنتوني بلينكين، أن العودة الأمريكية للاتفاق النووي الإيراني تقتصر على الموضوع النووي، ولكن في المواضيع الأخرى قال بلينكين صراحة قبل يومين أنه في موضوع حربي سوريا واليمن وتدخل إيران فيهما الولايات المتحدة لن تقف متفرجة. ما يعني أن المواجهات ستستمر برأيي بوتيرة أكبر مما كان يسمح به أوباما، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ماذا يحدث في عهد بايدن. نعم، في هذه النقطة يعني طالما أنك تطرقت إلى مسألة اليمن سيد حسين، سأنتقل إلى سيد رعد هاشم من عمان. سيد رعد، البعض يرى بأن إيران ردت على مصالح الولايات المتحدة بشكل غير مباشر بعد استهداف الميليشيات الحوثية لمطار عدن حين وصول الحكومة الشرعية إلى هناك، إلى أي مدى قد يكون ذلك بالفعل وارد؟ يعني بالتأكيد لا تقتنع لا إيران ولا حتى أدواتها بهذه العمليات، ربما هي يعني تحاول أن ترد الثأر بطريقة أو بأخرى. لكن من يتتبع كلام مسجدي يقول أنه يعني تواجدهم الثأر من أمريكا هو إزاحة أمريكا من إزاحة تواجد أمريكا من العراق، بمعنى أنه فعلا هذه الفعاليات هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها يعني إيران وأدواتها حوثيين وفصائل ميليشيات عراقية في إطار تهديد المصالح الأمريكية، هو واضح يعني يعتبر ضمن إطار منهج الإيراني في موضوع إزاحة التواجد الأمريكي، رغم أنه يعني إعلان أمريكا أنه الأيام الأولى من الشهر كانوا الثاني أي بداية السنة هناك تخفيض أكثر للقوات الأمريكية، هم يريدون الإيرانيون يريدون مزيد من الضغط على الأمريكان لإزاحة تواجدهم لكي ينفردوا بشكل يعني أغمق وأعمق لتواجدهم، ينغمسوا أكثر في تدخلاتهم بالمنطقة. هذه يعني يزيحوا الولايات المتحدة، يزيحوا الولايات المتحدة من وين تحديدا؟ يعني من وين في المنطقة يزيحوا الولايات المتحدة إيران؟ يعني السفير الإيراني يقول وحتى القادة الإيرانيين اليوم يقولون أن ثأرنا من أمريكا هو بإزاحة تواجدها من المنطقة، تقليل تواجدها أو إزاحتها. يعني هذه ضمن مخططاتهم أنه يعملون إرباك للأجواء الأمنية في المناطق، مناطق الإقليم، دول الإقليم، لكي يؤثروا على هذا التواجد. هذه وجهة نظرهم الحقيقة، رغم أنه هي طبعا قاصرة لكن تخضع لمزاجات السياسة الإيرانية وتهديد. طيب سيد حسين عبد الحسين، يعني كان في بداية الأزمة من أيام إدارة الرئيس دونالد ترامب، في بدايتها أو في منتصفها تقريبا، كثر الحديث حقيقة على استهداف الولايات المتحدة لمواقع استراتيجية ومحددة في الداخل الإيراني. هل هذا الاحتمال قد يكون وارد بعد وصول هذه الطائرة إلى المنطقة؟ وأنا أتحدث هنا عن نطنز تحديدا، أو سيكون أيضا من جانب آخر هناك حديث كثير ما يتردد خلال الأيام الأخيرة بأن رئيس الوزراء سيد الكاظمي لا يحظى بالدعم الكافي من المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة. هل ممكن الولايات المتحدة تضرب إيران في العراق عن طريق جرف الصخر؟ في وزارة الدفاع الأمريكية عدد من الخطط العسكرية التي يتم تحديثها بشكل متواصل، وحتى من هذه الخطط خطة اجتياح كندا أن تطلب الأمر. فإذا في وزارة الدفاع هناك خطة فيها بنك من الأهداف داخل إيران يتم تحديثها بشكل
متواصل. وعندما تقرر الولايات المتحدة توجيه ضربة في الداخل الإيراني، تقدم لائحة من الخيارات للرئيس دونالد ترامب أو مستقبلاً الرئيس جو بايدن. في المرة الأخيرة اختار الرئيس ترامب تصفية قاسم سليماني. لا نعرف هذه المرة ماذا سيكون الرد. عادة إن جاءت الضربة من داخل إيران يكون الرد على الموقع الذي خرجت منه الصواريخ، ولكن هذه المرة نسمع أن إيران ترسل بالصواريخ إلى داخل العراق ويعني حتى تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران. إذا تصبح الأهداف يعني عملية محيرة، من غير سهل التكهن ما هي الأهداف التي تسعى لاستهدافها الولايات المتحدة في حال قصفت إيران. هل ممكن أن تقصف إيران؟ طبعا أنا أعتقد أنه ممكن جدا أن تقصف إيران، ويعني لا تطير قاذفات بي 52 فوق الخليج لسبب عبثي. طبعا هي تطير رحلات طولها أكثر من 15 ساعة، وكل واحدة من هذه الرحلات فقط يعني من دون أي قيام بأي غارات تكلف مبالغ مالية كبيرة. لذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة تمزح مع الإيرانيين في هذا الموضوع. طيب سيد رعد، برأيك حتى تتفادى إيران أي ضربة أمريكية، هي تنصلت من مسؤوليتها وقالت بأنها بعيدة عن الميليشيات وأنها تدعم السيد الكاظمي في هيمنة الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت، ما هو مصير عصائب أهل الحق الميليشيات هذه التي تتحرش بالمصالح الأمريكية في بغداد؟ لا بالتأكيد طبعا هذه الادعاءات الإيرانية يعني مناورة، وهي يعني تناور وتراوغ بهذه المسألة، وهي ما تطرحه في القنوات الدبلوماسية وحتى بالتصريحات السياسية بعيد عن الواقع، لأنه هي اعتادت على هذه المتغيرات لكي تكسب الوقت. هي جل وقتها تريد أن تكسب الوقت لحين استلام بايدن، متوقعة أنه ربما يتماهل معها. هي طبعا خطرة هذه اللقطات هذه الساعات القادمة، لكن على ذكر تعليق زميلي بالنسبة لجرف الصخر، يعني هناك حذر شديد رغم أنه تواجد الإيراني هناك واضح في جرف الصخر. نعم. على مستوى الصواريخ وعلى مستوى الأسلحة، لكن أنبه هنا أنه هناك أبرياء سجناء من المكون السني أو من المناطق المحررة ما زال هناك، ومنهم من ذهب إلى إيران. نعم. يعني أرسل الإيران. نعم. لأغراض باقي دقيقة، وبعضهم هنا موجودين في جرف الصخر. نعم. التحذير أنه يصار إلى ضربة. شكراً. ويقع في الكلمة. طيب سؤال أخير في 30 ثانية سيد حسين من واشنطن، هل الرئيس دونالد ترامب سيخلط الأوراق قبل تركه البيت الأبيض باختصار شديد؟ لا أعتقد أنه سيأمر بشن ضربة ما لم يشن الإيرانيون ضربة قبل ذلك. هو نعم. حالياً في موقف ردة الفعل تماماً من دون المبادرة لأي فعل. شكراً جزيلاً ضيفي الكريمين من واشنطن حسين عبد الحسين الباحث السياسي، وأيضاً كان معنا من عمان رعد هاشم الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية. شكراً جزيلاً لكم ضيفي الكريمين، وأنتم أيضاً مشاهدين شكراً جزيلاً لكم، وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.